السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلم عن chapter 5 واللي هو يتكلم عن الفونيم and samples اللي هي الفونيم والرموز. طيب يقول when we speak عندما نتكلم we produce a continuous stream of sounds in studying speech. We divided this stream into pieces that we can call segments. عندنا فتشي نسميه احنا دائما segments. طبعا segments هو شيء متعلق بالكلام بالسبيتش. يعني لما الموضوع يرتبط او يتعلق بالسبيتش بالكلام راح نسميه segment. طيب تعريف الفونيم اخذناه احنا already. Any sound that change the meaning of word. الصوت اللي غير المعنى هذا نسميه الفونيم. اللغة الانجليزية بها كذا, فونيمات العربية بها كذا, فونيم كذا ولا آخره. طيب نجي هنا, نجي على المان. المان اللي هي معناها رجل, تتكون من ما و آ و ان, بها 3 سيجمنت. يعني شنو معنى سيجمنت؟ طيب أستاذ محمد هسه السيجمنت والفونيم متشابه؟ لا, السيجمنت تختلف عن الفونيم. الفونيم هو صوت قادر على تغيير المعنى. تمام, من أقول مان مثلا أقول باك, أقول باك واقول كات. من اقول لما يتغير الصوت يتغير المعنى هذا يسميه الفونيم, عدد الاصوات. بس لما اجي على المان, كلمه مان كلمه تحتوي على اصوات. الصوت هذا المان اللي موجود بداخل الام اللي موجود بداخل كلمه مان, هذا الصوت اسميه سيجمنت. من بعدك ما فهمت ادري بيك, مو مشكله راح افهمك اياها مره اخرى. أنا أجعل كلمة مان, لما أخذ الأم من كلمة مان أو الأي من كلمة مان, هذا الصوت اللي موجود بهاي الكلمة أسميه سيجمنت. هيتش يعني لما الموضوع يتعلق بكلمة أخذ من عندها صوت هذا أسميه سيجمنت. أما الفونيم فهو صوت بشكل عام, يعني صوت لغوي يرتبط بلغة. اللغة الإنجليزية بها 44 صوت, اللغة العربية بها 34, اللغة الفرنسية بها 32 أو 37 ما أتذكر بالضبط. كل لغة بها فونيمز, والفونيم يختلف عن الأحرف. الحرف شيء كتابة ما له علاقة به, الفونيم شيء صوت كل لغة لها كذا فونيم. السيجمنت صوت ناخذه من الكلمة هيك. طيب يقول segments can... طبعا هذا نيجي الفراغات الصح وخطأ واختيارات. يقول segments include vowel sounds and consonant sounds. ملاحظة مهمة, ترى segment هي vowel و consonant. ركز على هالملاحظة. ممكن أقول لك segments it is all the sounds, it is all the consonant sounds in English. كل أصوات consonant هي segment. ويسكت. جواب غلط. مو بس segments, مو بس consonant. consonant والvowel اثنيناتهم هما segments. طيب بلا بعد إيش عندنا؟ are independent clause. طبعا من نقول independent clause يعني هي ما مرتبطة بلغة. من نقول segments ما لها علاقة باللغة. independent مستقلة عن اللغة يعني هيك بشكل عام. بس من أقول فونيم يعني مرتبط بلغة. كل لغة لها فونيمات محددة. طبعا لو ردنا نعرف الـ segments in linguistics it is a discrete unit that can be identified either physically or auditory in the stream speech. هذا تعريف. طيب بس هذا التعريف اللي جينا بالامتحان, هذا تعريف بيتر روج مؤلف الكتاب, دكتور بيتر روج اللي هو مؤلف الكتاب. يقول a continuous stream of sounds that mean we can deal with segments mentally. اذا هي فد شيء عقلي مو كتابي. ليش انا قلت صوت ناخذه من كلمه؟ اذا هي صوت موجود بكلمه ما له علاقه بالكتابه, هو الصوت اللي موجود بالكلمه ما له علاقه بالكتابه. طيب يقول the letters of alphabet in writing units which corresponds fairly with unit of speech which have been talking earlier in this chapter segment. الحروف الأبجدية في الكتابة هي وحدة تتوافق بشكل جيد إلى حد ما مع وحدة الكلام التي, يعني الحروف هي الحروف. بالنسبة للحروف احنا معتقد موضوع واضح, يعني ما أريد أخذ بي وأدوقكم. الحروف هي شيء يخص الكتابة تمام, الفونيم يخص الصوت, وهذا الأصوات 44 صوت. السيجمنت فتشي عقلي أو فتشي يعني مو, خلينا نقول مو كتابي, يحتوي الصوت داخل كلمة, موجود صوت, هو موجود صوت موجود داخل كلمة.
والله بعد ايش عندنا؟ عندنا فد شيء اسمه الالفونس ديفرنت ريلايزيشن اوف ذا سيم فونيم، هو ادراك مختلف لنفس الصوت. انا عندي صوت بس الى ناطق اخر، واحنا شرحنا هذا الموضوع اعتقد بالشابترات الاوليه بالتفصيل الممل. قلنا شنو المقصود بالالفون وانطينا علي صوت، وقلنا الالفون ما يغير المعنى من اقول فيل او فيل، فيلينج لام الثقيله واللام الخفيفه نفس الشيء، ما حتى ما تغير المعنى. طيب نيجي على هنا، راح نتكلم على الاختلافات. هنا الاختلافات يسمونها الاختلافات اللغويه، يعني كيف تختلف لغه لنفسها كيف تختلف. طيب اولا عندنا مبدا الكومبلمنتري ديستريبيوشن، التوزيع التكاملي. شنو معنى is the situation when a particular elephant can occur in a certain place that do not accept other elephant؟ هو حالة تختلف عن شاذة، يعني شلون هي حالة شاذة تختلف عن القاعدة، يعني شلون؟ يعني أنا عندي قاعدة، هاي القاعدة راح يكون بها رول، راح يكون بها شواذ، هاي تأخذ مسار وديش الثانية تأخذ مسار. تعريف آخر للcomplementary distribution، ممكن اللي صادق لك هذا التعريف هذا ما اقتنعت به، أريد تعريف آخر. تقول له is the situation of phones in the respective phonetics environment in which one elephant never appear in the same phonetic context as other. احنا شو قلنا؟ نفس نفس الصوت بس ما يطلع بشكل اخر. يعني شنو؟ يعني هي الحاله الشاذه لنفس الصوت. يعني شلون؟ خلينا ناخذ امثله. من اقول dark L, light L, devoiced L، احنا مو قلنا ال L ثلاث انواع، مره يكون ثقيل ومره يكون خفيف. لما يختلف ال L لنفس الصوت هو هذا يسمونه complementary distribution. لما هنا قلنا علي هذا light L لين اجى وراء عله leaf leaf، بس هنا قلنا feel لا 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 صارت لا هذا dark، ليش اجى قبل عله؟ اذا هذا dark L واللايت L لما تغير ال L هذا ما سميناه بالcomplementary distribution. شغله اخرى على complementary distribution، ال L ال T صوت ال T، الت مرات يكون اسبريتد ومرات يكون ان اسبريتد. لما يجيني الباتك لما تجيني بدايه الكلمه تكون اسبريتد، لما ما تجيني بدايه الكلمه راح يكون ان اسبريتد. شنو معنى الاسبريتد؟ معناها دفعه من الهواء، انفجار من الهواء يجي ورا ما تنطق هذا الصوت. وتقدر هسه تجربه تخلي اصابعك، خليني اشوفكم هذا الشيء بالفيديو الان. لما اقول تيم خلي أصابعك هنا، هنا أقول pit team team team، الآن أكون انفجار للهواء team team، تحس بهذا team team، بس من تقول steam steam ماكو انفجار. لما أكون عندي دفعة من الهواء هذا سميه aspirated، لما ما عندي دفعة من الهواء راح أقول هذا unaspirated. نفس الحالة طبعا لو نجي هنا مثلا نقول على سبيل المثال نجي على كلمة team اللي هي معناها اشوف هنا هذا ال H معناها عندك aspirated، يعني هنا عندي aspirated، يعني معناها عندي هنا اني aspirated. نفس الحالة ونفس النظام. طيب نجي steam ما عندي aspirated، peak عندي aspirated، speak ما عندي، T عندي، إيه ما عندي. طبعا الان لما التي مره يكون اسبريتد ومره يكون انا اسبريتد، هذا هو هذا يسمونه بالكومبلمنتري ديستريبيوشن. شلون ال دارك والدارك ال واللايت ال نفس الحاله. نجي على فد شيء اسمه الفري فاريشن. الفري فاريشن اللي هو التباين الحر، اللي معناها is the situation whereby the elephant of the phone can substituted for each other with no change in meaning. يعني معناها الصوت نفسه موجود بكلمة يتغير بس ما يتغير المعنى، هذا يسمونها تغيرات لغوية. مثلا عندي كلمة tomato 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 data data، هاي الكلمة لما يتغير النطق مرة لهجة بريطانية أو لهجة أمريكية أو كوكني أو سكوتلتش أو كندي أو أسترالي، هذا يسمونها free variation. موجود عندنا هذا اللغة العربية، الكويتيين يقولون ويهي ويهي ويهي، احنا نقول وجهي، فهذا هو المقصود به. تمرين حلو هنا جميل، لما نقول اريد دارك يلا انطي دارك، لما نقول اريد اسبريتد ك نقول اسبريتد ك، لازم يكون الك اسبريتد، يعني لازم ابدا الكلمه بكي. مثلا كيت كيت او كيتشن، اذا ابديها بك
طيب ما يصير اخلي الكي بالنص، غلط، لان هو قايل لي دارك اسبريتد كي. لما يقول اريد ان اسبريتد تي، يعني تي ان اسبريتد، نجي وين التي ان اسبريتد؟ مثلا هذا ايت ماكو اسبريتد، ما بي اسبريتد في ريفيليشن، نعطيه مثلا هاي الكلمه توميتا والى اخره. يقول اكسبلين ديفرنت برونسيشن ستريم اند تيم، يريد الفرق بالنطق ما بين ستريم والتيم. اكيد الاولى ستريم هذه راح تكون ان اسبريتد، والتيم نجي نشرح له نقول له يا بهاي التيم هنا تي اكو اسبريتد، ليش؟ لان جاء بعدها عله جاءت بدايه الكلمه، وهنا الستيم هذا سؤال خارجي طبعا، ممكن بعض الاساتذه يجيبونه وبعض الاساتذه لا، بس حلو انت لازم تطلع على معلومات خارجيه، ما عجبتك انت تدور خمسينات لا تقرا. نجي على موضوع الرموز، هذا الموضوع اخوان يعني هذا صراحه موضوع حفظ يعني لا اكثر ولا اقل. يعني مجرد عباره عن حفظ. اولا عندنا ملاحظات، هاي ممكن تجي فراغات، يقول the number of the phoneme example must be exactly the same as the number of the phoneme، يعني عدد الرموز الصوتية لازم يكون بعدد الفونيم، ما يكون يزيد أقل، نفس الشيء أكيد. The symbol for each of the verbs either are symbol for phonemes or they are phoneme example. مجرد ملاحظة نقرأها. نجي هنا على الرموز وعمليات الرسم الصوتي. طبعا عمليات الرسم الصوتي لها أنواع، هذني أنا أتذكر من كنت بالمرحلة الثانية كان ياخذنا بالماده دكتور حسن الله يعطيه الصحه والعافيه، رجل انسان راقي، كان درسنا قال هذه الشغلات لا تحفظونها ما اريدها، يعني شنو هذا؟ فقال مو بس باكوسات اذا يجيب يريد، فالموضوع متعلق حسب استاذك. نجي على الفوناميك ترانسكريبشن، it is a type of transcription whereby every speech sound must be identified as one of the phonemes and written with appropriate symbol. طبعا الرسم الصوتي هو عملية النسخ أو التي من خلالها إحنا راح نسوي عملية رسم صوتي. إخواننا هنا ذا نتعارف، يعني مجرد راح أقرأ لكم إياهن وأوضحهن لكم، وإلا هن ما بيهن شرح وأمثلة وكذا وهذه التفاصيل يعني ما موجودة. من نقول transcription from dictation يعني معناها إنه الطالب راح يسمع كلام ويترجم. من نقول transcription from written text يعني معناها إحنا راح نشوف نص ونحاول نسوي له رسم صوتي. طبعا هنا عندنا فد شيء اسمها علامات التشكيل، اللي هي العلامات مال الرسم الصوتي، هاي الهاء مال الاسبريتد ومال الانسبريتد والتشديد والستريس والى اخره. عندنا الفونيتك ترانسكريبشن، هو نوع من الرسم الصوتي الذي يحتوي على تفاصيل دقيقه من الرسم الصوتي. عندنا نارو فونيتك ترانسكريبشن، التمثيل الصوتي الضيق، طبعا هو مو معناها ضيق، مو معناها ضيق، يعني الضيق معناها يعني دقيق، خلينا نقول الدقيق. البارود العام، الدقيق يعني بمعنى يحتوي على تفاصيل دقيقة كثيرة. أما الجنرال لا، هذا خلينا نقول عليه يحتوي على تفاصيل عامة. خلينا نشوفكم مثال، من أقول على كلمة top top، شوف هنا الت هاي aspirated، قايل لك الت هنا هذا بالدقيق، أما بالعام broad معناها واسع أو عام، قايل لك لا هنا ماكو، شوف ما حط لك الت، ما حط لك إياها. ليش ما حط لك إياها؟ لأن هو general ما بتفاصيل، بس هذا لا بتفاصيل، وهذا هو المقصود. على كذلك الألفانيك transcription، الألفونيك ترانسكريبشن type of transcription basically phoneme but contains additional sample، يحتوي على مجرد تعريف، وقلت لك بعض الأساتذة أصلا ما يقرونه. الفرق ما بين الفونولوجي والفوناتكس كلش مهم، نحاول نقرأ ونركز عليه because it is very important، please رجعوا عليه please، يعني مهم جدا، موجود بالشابتر الأول، موجود أيضا بالشابتر الثاني. بعدنا بعد شيء ملاحظات، يقول لك suprasegmental phonology deals with bigger unit of sound and how they are structured. ملاحظة كلش مهمة. يقول لك علم الصوت اللي هو يسمونه suprasegmental phonology يتعامل مع الصوت وكيف يتم تنظيمه. هذا ممكن تجي فراغات، صح وخطأ، true false، كل شيء. يقول segmental phonology deals with the functional aspect of speech sound، يتعامل مع الوظائف، صح. الانتونيشن هو ارتفاع وانخفاض الصوت. التشديد هو قوة يستخدم لتبيان قوة الصوت، يعني هو جهد المستخدم
تبيان قوة الصوت. من أقول ته أقول ته. subject subject هذا يسمونه stress لما يكون التجديد. موضوع هذا العربي حتى موجود عندنا باللغة العربية. الاسبريشن اعتقد شرحتها، هو a period of a voiceless after relief of بتكة. هذه الاصوات البتكة لما تجينا يصير عندنا اسبريشن، لما تجينا بداية الكلمة، لما ما تجينا بداية الكلمة ما راح يكون عندي اسبريشن. طيب ملاحظة شرحتها ورجعنا بشرحها مرة ثانية قبل المحاضرة، شرحتها بالشابتر الخامس الرابع أو الثالث ما أتذكر، ورجعنا بعيدها مرة ثانية. The fortest consonant الأصوات القوية اللي هم ب ت ك ف ث س ش ج have ability of shortening the preceding vowel. شنو معنى هذا الكلام؟ يقول هذه الأصوات القوية تعمل، هاي الأصوات القوية fortest consonant تعمل على جعل أصوات العلة اللي قبلها قصيرة. ذكرنا الأصوات هذه راح تشكل عدو، راح هي قوية تحتل الأصوات العلة اللي قبلها وتجعلها قصيرة. إذا قوي يخلي الصوت قصير، الصوت الضعيف يخلي الصوت العلة طويل. هيك بالضبط. يعني شلون أنت وأخوك، الأخ الكبير راح يلزم أخوه الصغير يكفخ يكتلق الأسكت يصير ضعيف قدامه، تمام؟ بس إذا كان أخوك ضعيف الصغير راح ينتصر عليه، يكون أقوى من عنده، يعني ضعيف شخصية أقصد. الفكرة وين؟ الفكرة أنت من تكون قوي شخصية راح تتغلب على آخر. إذا كنت ضعيف شخصية الضعيف راح يتغلب عليك. إذا قوي يتغلب على الضعيف، الضعيف يخلي صوت العلة طويل. إذا الصوت القوي يجعل صوت العلة طويل، الصوت العلة القوي يجعل صوت العلة القصيرة، الصوت القوي يجعل صوت العلة قصير. عيد، الصوت القوي يجعل صوت العلة قصير، الصوت الكونسوننت القوي يجعل صوت العلة أطول، يجعل صوت العلة أطول. وهذه الملاحظة تنحفظ مثل الاسم. يقول كيف تتم عملية التقصير؟ يقول if the preceding vowel إذا لقينا، أحس إحنا مو قلنا تقصر أصوات العلة قبل شوية؟ زين، شلون تقصرها؟ يقول إذا لقيت long vowel راح نحذف من عندها هاي النقطتين، حلو. إذا لقينا short vowel راح نخلي فوقها هاي النقطة. if the preceding vowel diphthong، إذا عندنا diphthong أيضا راح نخلي بداله هاي النقطة، علامة على أنه قصير. كل بساطة يعني يا إخوان، الموضوع بسيط جدا، والله بسيط جدا، نركز عليه. هنا ملاحظة، لما يقول لي انطيني long high front and rounded vowel أقول لي إيه، هذا الموضوع شرحناه بما فيه الكفاية بس حبيت أعيده. لما يقول لي أريد مثال short mid front and rounded vowel أقول له هذا الصوت. لما يقول لي كذا، لما يقول لي long high كلها 10 8 أمثلة منطيك، 8 أمثلة منطيك لهذه الأصوات. center pure vowel قلت له شوا، طبعا center هو الوحيد، هو السنتر هو شوا. diphthong يقول moving from high، يا بذن الملاحظات جد مهمة، يا بذن جايات بالامتحان، حب أقول لكم إياها. سؤال آخر يقول explain، هاي سؤال جواب، explain how English consonant sound be classified، شلون نقدر نقسم أصوات الكونسوننت مو الفاول الكونسوننت. راح نقول له الفويزنج وفقا للاهتزاز، نشطي هذا الشرح. place of articulation اللي هم البلاتل والفلر، هذا جدول اللي أخذناه. المانر اوف ارتكليشن، ترى هاي اسئله عامه كل الجامعات تجيب من عندها، كل الجامعات والمراكز تجيب من عندها. which features or characteristics that sound has for example كذا كذا كذا. طيب outline briefly different between the four، يقول بشكل مختصر وضح لي الفرق ما بين التش والج. نقول التش هذا fortest voiceless made with the plosive كذا. هاي اسئله ترى مهمه، تجي كيتش الأسئلة، شوف جاي لك باختصار انطين الفرق لأربعة مما يأتي ما بين هذا الصوت وهذا الصوت. قلنا له هذا صوت قوي، هذا صوت ضعيف، هذا صوت كذا، هذا صوت كذا، بكل بساطة. بعدين قال لي أريد السيجمنتال فونولوجي والسوبر سيجمنتال فونولوجي، قبل شوي شرحناها نقطة تعريف الواحد. بعدين قال أريد الأكسنت والدايلكت، هاي شابتر أول مو مشكلة نعيده،
حطيتها الفرق ما بين الاكسنت والدايلكت. بعدين قال اريد الرياتك والنن رياتك، مو مشكله حتى لو ما ماخذينه. الرياتك معناها اللهجات التي تنطق صوت الار، النن رياتك هي اللهجات التي ما تنطق صوت الار. مثلا اللهجه البريطانيه الامريكيه يرفضون اللهجه الار، يسمونهم رياتك امريكان. فهذا التعريف نقراه كلش مهم. معلومات عامه اخوان، هاي معلومات عامه بالصوت. يعني جريمه انت طالب قسم انجليزي مرحله اولى او ثانيه او ثالثه او عاشره وما تعرف رياتك والنن رياتك الاكسنت والدايركت، هاي معلومات عامه لازم تعرفها. يعني اي شخص مثقف يعرفها. يمكن هسه لو اختصاص فيزياء وتسال عن الاكسنت والدايركت وهو انسان مثقف راح يعرفها اذا كان دارس، صدقوني يعني. طيب التنس فاول اللي هي اصوات العله اللونج فاول، بس اللاكس فاول هي اصوات العله القصيره، كلها احنا ماخذينها. طيب نجي هسه هنا على هاي التمارين، عندنا هذين التمارين نسوي لهم رسم صوتي، ما اريد تتركهم فراغ يا اخوان، لا تخلون شيء اسمه فراغ يا اخي. هسه هذا كلاب ما تعرف تسوي له رسم صوتي، اكتبها مثل ما هي، سوي الكي سي، هذا هو سي سوي كي وسوي له رسم صوتي حتى لو غلط، مو مشكله تعلم اتعلم، حل غلط حل غلط على مود تشوف الغلط مالتك وينه وبعدين تتاكد من عنده بالرسم الصوتي. اكو برنامج اسمه تو فوناتكس ينطيك رسم صوتي، تسوي لها رسم صوتي انت وبعدين تروح تشوف نفسك حل وغلط، حلك صح لو غلط، حلهن كلهن وبعدين رجع شوي تعب نفسك يا اخوان، تعب نفسك شوي تعب نفسك. انا طلابي اللي داخلين يم دورات يحلونه بعدين نرجع عيدهن احنا وياهم، يابا هاي كذا وهذا كذا. اخوان ركز عليهم يعني، ركز على هاي الماده رجاء رجاء رجاء. شكو شيء قدامي يسوي له رسم صوتي على مود اتعلم وتعرف شنو هي اخطائي. طيب نجي هنا ايضا عندنا سؤال ترو فولس، هذا محلول ايضا. هنا يقول وضح الفرق ما بين الفوناتكس والفونولوجي، اعتقد احنا شرحناه. هنا يقول اعطيني نوع ال اللي هو دارك ولا ال ولا ديفويست اخذناه. هنا يقول اعطيني هذا يهو اسبريتد ين اسبريتد، هاي معلومات عامه تفيده كلش حلوه. هذا موضوع بسيط، انطيني يا هو الاسبريتد يا هو ان اسبريتد، شرحناه بالتفصيل الممل، يا احد يحله يتدرب اكتشف اخطائي شنو صح شنو الغلط. حتى لو استاذك ما ماخذ هذا الموضوع، انت طالب انجليزي، انت باحث، انت متعلم، انت باكر تصير استاذ زلزل دكتور، ركز على هاي الامور. هنا عندنا فراغات، هاي الفراغات احنا نحلهن بدون ما ندور الحل، ما انطي حل، اريدك انت تحل، انت تكتشف الاخطاء مالتك، حاول تشوف حله حله وين 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 خطأت، وين وقفت، وقفت هنا اجر خط عليها، ما عرفت لو وحده ارجع اعيد الفصل كله من جديد اقرا. زين هاي عندنا من هاي الواحد لحد السته، حد السته خذلها سكرين، اخذلها سكرين وقعد نحلها، واذا انت عندك الملزمه بعد احسن. هاي البقيه من السته لحد العشره. يقول لك فراغ it is a type of transcription where by sound، نقول له يابا هاي كذا كذا، هاي من الستة للعشر. هنا يريد الفرق الاكسنت والدايركت، ننطيه اياه سوبر سيجمنتات ونطيك هاي الاجوز اسئلة كلها، ليش مخليها بالاسئلة حتى انت تكتب جاوب جاوب، امتحن نفسك شوف نفسك حلك صح لو غلط، شوف نفسك حلك غلط لو صح. الديفاين، وهنا عندنا ايضا تعاريف اغلبهن احنا ماخذينهن، فراغات ايضا محلولات استفاد من عندهن، فراغات ايضا استفاد من عندهن، هاي من الواحد للستة، وهنا عدنا من الستة للثمانية، وهاي من التسعة الى الاثناش فراغات. هذا عندنا اختيارات ايضا احنا نتعلم هنا، the smallest unit of sound can be changed the meaning، شن هي تختار اختيار من هذني. It is a concern the abstract، نحاول نقرأ ونفسر الكلام ونفهمه ونحل من الواحد للخمسة. وآخر شيء عندنا هذا امتحان على الباركود، إذا تحب تمتحن وتشوف علق وتشوف اختبارك وتشوف درجتك. هذا هو الشابتر الخامس، شرحناه بالتفصيل الممل.